بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن في بداية الجلسة العلمية الخامسة من جلسات مؤتمرنا الموقر بعنوان دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل، أود أن أعرب عن مدى سعادتي البالغة لمشاركتي في فعاليات هذا المؤتمر برئاسة هذه الجلسة العلمية، وإنه لا يشرفني الترحيب بكل السادة الحضور الأفاضل، وأيضا الترحيب بكل الزملاء والزملاء المتحدثين في الجلسة. وأنوه بداية بأننا ملتزمون بوقت محدد لسير إجراءات الجلسة، وبالتالي ومن باب الحرص على إعطاء كل الزملاء على المنصة حق متساوي في إلقاء الكلمة، ومراعاة لوقت المؤتمر لأنه توجد جلسات أخرى تالية، فإنه لكل زميل وزميلة 10 دقائق يرجى الالتزام بها. طبعا أنا مش هكرر دور المرأة والقرآن ويكرمه للمرأة والسنة وتكرمها للمرأة، لكن هقول كلمة صغيرة بس اعترافا وتقديرا واعتزازا لدور المرأة العظيم في بناء المجتمع ونهضته وتنميته وتطويره وتقدمه، وفي بناء الوعي الديني والثقافي وتعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع السلام في مصرنا الحبيبة. قامت الحكومة المصرية وقيادتها السياسية الواعية وبتوجهات من فخامة الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين المرأة المصرية والمساندة لقضاياها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعد مصر في ضوئها الدولة الأولى في العالم التي أطلقت هذه المبادرة. ولقد اعتمد فخامة الرئيس لتكون هذه خريطة الطريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، كما اشتمل الدستور المصري 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة. كذلك أعلن فخامة الرئيس عام 2017 عاما للمرأة المصرية ليعد سابقة تاريخية في تاريخ مصرنا الغالية. ويأتي الأمس واليوم بتتويج وتكريم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للمرأة المصرية من خلال تخصيص موضوع المؤتمر الدولي 35، المؤتمر الدولي الأول للواعظات، ليكون عنوانه دور المرأة في بناء الوعي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومقرر المؤتمر معالي الأستاذ الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وإنه لا يسعدني ويشرفني في هذا المقام تقديم خالص الشكر والتقدير والتحية لكل السادة الأفاضل القائمين على الإعداد والتخطيط الرائع لهذا المؤتمر الطيب المبارك بإذن الله تعالى، على هذا التوفيق والنجاح الباهر لكل فعالياته وجلساته الموقرة. الآن نبدأ بسم الله في بداية الأبحاث المقدمة في هذه الجلسة، وهي للبروفيسور الخضر عبد الباقي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية بنيجيريا، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الشكر لجمهورية مصر العربية لقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقه الله وسدد خطاه
وعين الشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، ونسأل الله له كل التوفيق في مهمته في هذه الوزارة. وأيضا الشكر موصول لكل فريق العمل العاملين معه في هذه الوزارة، وفي مقدمة هؤلاء الأستاذ الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس على الشؤون الإسلامية. أكتفي بهذا القدر من الشكر وتوجيه كلمات تقدير للإخوة المنظمين. الورقة، عنوان الورقة أو الورقة بشكل عام، تتحدث عن دور المرأة في بناء الأسرة والتنشئة، ولكنني بحكم أننا نحن ننتمي إلى المدرسة الأكاديمية، أقصد الأكاديمية، الورق في الورقة، في تقديم الورقة سيكون الهيكل أو النقاط الرئيسة التي سأتحدث فيها في هذه العجالة في جزئين. الجزء الأول عن دور المرأة، الأدوار الوظيفية للمرأة، ثم في الجزء الثاني عن مجموعة من الملاحظات التي ترتبط وظيفيا بمهمة مجلس أعلى للشؤون الإسلامية، بحكم أنه أيضا معني بمسألة التنظير العلمي في ما له علاقة بالرؤية الإسلامية في هذا المجال. طبعا لا أريد أن أزعجكم بما تعرفونه في مسألة الحديث عن أنه تختلف الأدوار الوظيفية للمرأة داخل المنظومة الأسرية. المرأة في وضعها كالزوجة، وأيضا في وضعها كأم، وكذلك الأخت، وكذلك الإبنة، ودور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل أن لها إسهامات في قضايا، في جوانب اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيضا لها إسهامات بشكل اجتماعي، وهذا واضح جدا، وهو المجال الذي أو المجال الحيوي للوظيفة أو وظائف المرأة داخل الأسرة، وأيضا في مسألة اتخاذ القرارات الأسرية المصيرية، وكذلك في التوعية أو ما يتعلق بحالتها الخاصة بالصحة الإنجابية. طبعا كل هذه الأمور معروفة، وتمثل المرأة العمود الفقري في منظومة الأسرة نظرا للأدوار الوظيفية، ويأتي التنظيم كواحدة من الأدوار الوظيفية المهمة المحورية لها داخل الأسرة، فهي المسؤولة عن توفير هذا النظام الذي يسمو بأفراد الأسرة نحو عالم من الاستقرار والأمان. فهي الزوجة وشريكة الحياة، وهي عمود، وهي عماد البيت والأساس الذي يحافظ على سلامة هذا البيت ونظامه. وللمرأة داخل المنظومة الأسرية أدوار عديدة وظيفية، سواء تجاه الزوج أو الأبناء، فهي التي توزع الواجبات والمهام وما إلى ذلك من الأمور التي أنتم تعرفونها، وأيضا هي الداعمة الأولى لزوجها، وأيضا تتحمل أعباء ما يتعلق بأعباء الحمل والإنجاب وما إلى ذلك، إلى آخر هذه الأمور التي أنتم تعرفونها، وهي المقدمة التأسيسية النظرية المعروفة في الكتابات الأكاديمية التي أنتم أساتذة فيها. الجزء الثاني، وهو الجزء الذي أسميته بالملاحظات، مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالموضوع، وهي قضايا أو الإشكالات المثارة في هذا المجال. أولاً، أن أشيد باعتماد المنظمين لهذا المؤتمر باعتماد مصطلح البناء وليس مصطلح التربية، وأنتم أساتذة تعرفون أن البناء يعني عملية محكمة وعملية شاملة وأبعد من مسألة التربية التي قد تكون جزء أو جزء أو من جزئيات عمليات البناء، لأنه يعبر عن المعنى الواسع للتربية وما يلزم له من تعهد الأسرة ورعايتها. هذه النقطة، النقطة المفهومية. النقطة الثانية، وأستسمح سادة العلماء وطلبة العلم
والمعنيين في والمتضلعين في 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 قضايا الفقهية تحديدا، أشير إلى ضرورة استصحاب الفقه المقاصدي عند الحديث عن الأدوار الوظيفية للمرأة داخل الأسرة في ظل التغيرات الهيكلية التي تعيشها المجتمعات الإنسانية المعاصرة مع الثورة التقنية والبيئة الرقمية الجديدة. فلا يجب، وهذه ملاحظتي، فلا يجب أن يبقى خطابنا في هذا الشأن، في شأن لدور الأسرة ودور المرأة في الأسرة، فلا يجب أن يبقى خطابنا في هذا الشأن فقط يكرس المفهوم الزمنكاوي وليس الزمالك المفهوم الزمنكاوي يعني القديم داخل يعني المرأة داخل بيتها بالمفهوم التقليدي، الجدران الأربع، المرأة مكانها وهكذا، ليتجاوز الحديث المفهوم ليتجاوز ذلك للمفهوم المتطور أو المتشظي بالمعنى الأدبي في البيئة أو في العالم الرقمي، بمعنى أنه اليوم لما نتكلم عن الأدوار الوظيفية ليس فقط أن ليس من المقبول الآن في البيئة الرقمية أو في العالم الرقمي الذي نعيشه نقول فقط أن تبقى المرأة في البيت، ليس بالضرورة أن تبقى في البيت، أقصد المهم أن تؤدي الوظائف المنوطة بها، خاصة في العالم الذي نعيشه اليوم البيئة الرقمية التي أصبحنا فيها كل شيء أو معظم أمورنا يعني يتم عبر التطبيقات الرقمية. فالدور البعد المقاصدي من بقاء المرأة في البيت أنها تؤدي كذا وتؤدي كذا وتقوم بكذا وتقوم بكذا، إذا استطعت أن تقوم بهذه الأمور ليس بالضرورة أن تقوم بهذه الأمور داخل إطار الزمنكاوي أو الجدران الأربعة، هذا الذي كنت أقصده. هذه النقطة. النقطة الثانية من ضمن الملاحظات التي أريد أن أشير إليها أنه في إطار الحديث عن دور المرأة في بناء الأسرة يثار قضية مكان، وهذا يرتبط بالنقطة السابقة، تثار قضية مكان المرأة وعمل المرأة وخروج المرأة وعلاقة ذلك كله بأداء دورها الوظيفي في الأسرة، بعيدا عن الجدل الفقهي والآراء والمواقف المتعددة حول الموضوع. أعتقد، هذا وجهة نظري المتواضعة، أعتقد أن مشكلتنا الحقيقية أو التحدي الكبير الذي يواجهنا اليوم هو كيف نطبق معادلة توفيقية بين الالتزام بالآداب الإسلامية وبين المتغيرات الحياتية في واقعنا. الظروف الاقتصادية مثلا، الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر في هذه الأيام، كثرة المتطلبات التي يجب الوفاء بها لتربية الأبناء وتربية صالحة تستجيب للعصر، في ظل هذه التحديات والحديث أن المرأة تقوم بهذا داخل وهي فقط الرجل يؤمن الجانب الاقتصادي أو المتطلبات الاقتصادية، أعتقد أننا يعني يجب أن ننظر أو نعيد النظر في هذا الجانب لتكون أيضا من الوظائف أو الوظائف المساعدة التي يجب أن تقوم بها المرأة اليوم أيضا، أن الوظائف المساعدة لزوجها في الاستجابة لهذه المتطلبات الحياتية الضاغطة التي قد لا يكون الرجل لوحده يستطيع أن يقوم بها. النقطة الرابعة، وهي ملاحظة من ملاحظاتنا الخطاب الإسلامي عن دور المرأة والمجتمع، أن هناك ما يشبه الفوبيا الإسلامي من مصطلح قضايا المرأة، بمعنى كلما أثير هذا المصطلح في الخطاب يعني من جانب علمائنا وفقهائنا عندهم توجس من مصطلح قضايا المرأة كأنه يعني
يسبب لهم حساسية. وأظن أن المنهج السليم والأسلم هو عدم الخوف من المصطلح، بل أن نواجه الفكر هذا الفكر ونصدع بتعاليم ديننا، بتعاليم ديننا والنقاش والجدل بالتي هي أحسن، مع بيان ما هو مقبول عندنا وما هو محل إشكال عندنا، وليس مجرد المصطلح أن قضايا المرأة مؤتمر السكان اللي في مؤتمر السكان الذي لا يوافق عليه والذي نتحدث عنه. آخر هذه الملاحظات فيما يتعلق بدور المرأة الوظيفي أيضا عن التنشئة الاجتماعية للطفل، وددت أن أقول أن الله أقول الله يكون في عون المرأة في هذا العصر. فنحن اليوم في ظل البيئة الرقمية هناك الكثير من المدخلات التي تنازع المرأة في عملية التنشئة، خاصة في عصر البيئة الرقمية سوشيال ميديا، والتي تجعل من مهمتها أنها ليست هي من وصفها متغير الوحيد في أنها المقبول التي تشكل أقلية الابن أو البنت أو الطفل، فإن هناك الذين ينازعونها كثيرا في هذا المجال، خاصة ليس هي فقط الذين ينازعون، الذين يشكلون تصوراتنا في هذا العصر وهي السوشيال ميديا. وقديما قالوا أن هناك كما قال ابن القيم في منظومة إبليس والشيطان والنفس والهوى، كيف السبيل وكلهن أعداء. السوشيال ميديا اليوم في أغلب جوانبها أعداء لما للتنشئة التي تريد والأسرة لأبنائها. فالله يكون في عون المرأة في هذا العصر وأتى في عون الرجل. نسأل الله أن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. نشكر البروفيسور الخضر عبد الباقي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية بنيجيريا على ورقته البحثية المتميزة، والتي شملت موضوع الجلسة وتناولها من خلال عرض جزئين، جزء عن دور المرأة في المجتمع والجزء الثاني بعض قضايا المرأة وأساليب التنشئة بالنسبة للأطفال. الآن مع الأستاذة الدكتورة إيمان كمال حسن بحيري، أستاذ بكلية طب القصر العيني، فلتتفضل. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار أجمعين. الصوت كده كويس. أتقدم في البداية بالشكر والامتنان لفخامة رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر المتميز، ولمعالي الوزير أسامة الأزهري وزير الأوقاف للسماح لي بالمشاركة في هذا المؤتمر. وبصفتي واعظة كان لي الشرف بعد أن تشرفت بالانتماء لوزارة التعليم العالي كطبيبة، لي الشرف وكل الشرف أن أنتمي لوزارة الأوقاف وأن أكون من ضمن الواعظات وأن أكون من ضمن السيدات أو امرأة تشارك في هذا البحث. أود أن أبدأ عن مكانة المرأة في الإسلام والمجتمع الغربي وما تناله قضايا المرأة من اهتمام شديد من المجتمع الغربي، ولكن في الاتجاه الخاطئ للأسف. فعلى سبيل المثال، الكاتب الأمريكي جون غراي ألف عام 92 الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، Men are from Mars and women are from Venus. هذا الكتاب قد نال شهرة واسعة وبيع منه الملايين من النسخ، واعتبروه دليل ومرجع لفهم عقلية الرجل والمرأة. وبالفعل علميا من الجهة العلمية الكتاب يحتوي على التفسير الصحيح لطريقة تكوين العقل الباطن والعقل الواعي للمرأة والرجل والاختلاف بينهما، ليتفاهم في النهاية ويتعلم كيف يتعاملون مع بعض دون
أن تكون هناك اختلافات، لأن الخلافات والاختلافات والطلاق والزنا وما عدا ذلك من الأمراض المجتمعية منتشر بالغرب لأنهم بعيدين عن التعاليم الإسلامية، فهذا من عند الغرب. أما الدين الإسلامي فقد قدم للعالم أجمع منذ الأزل الخطوط العريضة والإطار العام والإطار الخاص لينسق ولينظم العلاقة بين المرأة والزوجة، لأن المرأة عفوا المرأة والرجل، لأن المرأة والرجل كزوج وزوجة هم نواة المجتمع، الأسرة هي نواة المجتمع. بطبيعة عملي فقد سافرت أكثر من مرة لأكثر من بلد كمؤتمرات طبية، ولاحظت في معظم المؤتمرات الطبية التي كنت ألقي فيها أن الأسئلة من الغرب أغلبها كان عن الدين والمرأة، وأن الإسلام ظالم للمرأة وظالم لعدم فهمهم للإسلام. فكنت أشرح لهم من وجهة نظرهم هم بالأساليب العلمية وبالإحصائيات العلمية عندهم. فالإسلام قد جاء بالحل لكل هذه المشاكل منذ الأزل، فرفع الإسلام شأن المرأة بعد أن كانت متعة جسدية للرجل في الأمم السابقة، وإلى الآن في بعض الأمم حيث أن بعض وكثير من الإعلانات، ليس بعض الإعلانات، كثير من الإعلانات يستخدمون المرأة ويستخدمون العري ليجذب المشتري أو لتكون السلعة رائجة فتجذب المشتري. لماذا يستخدمون المرأة؟ لأنها بالنسبة لهم متعة جسدية، وهذا غير حقيقي، والإسلام كرم المرأة. وتستمر الأبحاث في الغرب للمحاولة لفهم الرجل والتقريب بين الرجل والمرأة لانتشار للأسف الأمراض الأسرية مثل الطلاق مثل الزنا والآن المثلية والإلحاد الأمراض العقيدة. أما في الإسلام فعلاقة الرجل بالمرأة ليست علاقة مساواة بمعنى المساواة الذي يفهمه الغرب، فالمساواة عند الغرب هي مساواة تامة، مساواة ندية ومساواة كاملة تامة. أما في الإسلام فالمفهوم المساواة في الإسلام هو المساواة التكاملية، كل منهم يكمل الآخر. فمن مفهوم الغرب الرجل تركيبه الجسدي يختلف عن تركيب الأنثى الجسدي، فالرجل عنده هرمون التستوستيرون والأندروجين، والمرأة عندها هرمون الإستروجين. هذان الهرمونان عند الرجل عند المرأة يؤثران بالفعل على التفكير، ليس فقط على الشكل الجسدي، ولكن يؤثران على الغزيرة وعلى الغريزة ويؤثران على طريقة التفكير بالفعل. فالغرب قد أتى بهذا المنظومة وتوقف. أما في الإسلام بدون أن نعلم أن الرجل عنده أندروجين وتستوستيرون وأن المرأة إستروجين وهذا الترتيب العلمي، فقد جاء بالحل، لأن الحل ليس من عند البشر، هو من عند رب العالمين الذي نعتبره البروتوكول أو نعتبره الدستور، لأن من خلق هو الله ومن يعلم هو الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. كلمة السكن سأشرحها لأن كثير من الناس يظنون أن الزواج هو مودة ورحمة فقط. المودة والرحمة تأتي بعد السكن وليس هي الأساس. حتى بس الوقت فإني سأنطلق لمفهوم الأسرة في الإسلام. مفهوم الأسرة في الإسلام، الأسرة في الإسلام هي اللبنة كما قلت، أو هي النواة التي يبنى عليها المجتمع. كنت في اليابان من حوالي أكثر من 25 عاما، وتعرضت لأسئلة كثيرة ليست من اليابانيين ولكن من الأمريكان، فعن إن المرأة مهانة في الإسلام وما إلى ذلك. فكان الأسئلة معظمها عن زواج أكثر من رجل، يتزوج أكثر من امرأة، وأن الامرأة لا بد لها أن تلبس اللبس الشرعي، وأن المرأة لا يسمح لها بالعمل، وبعض هذه الخرافات عندهم. فما كان جوابي له لأنه غير مسلم إلا من التفكير العلمي الذي يخصهم هم من بعض الإحصائيات عندهم. فحسب الإحصائيات الأمريكية في ذلك الوقت في جريدة التايمز كانوا يضعون بأن أكثر نسبة الانتحار وأكثر نسبة الجرائم تكون في الدول الغربية ولا تكون في الدول الإسلامية. ف
فأجبته بأن ذلك ما هو السبب في ذلك؟ قلت له أن السبب لأن الأسرة هي النواة المجتمع، والمجتمع إذا كان مجتمعا قوي فهي بلد قوية، مؤسسات قوية. الأشياء كثيرة جدا في البحث، ولكني أفضل أن أختصر للوقت. فالإسلام لم يهتم بتكوين الأسرة فقط، بل الإسلام اهتم حتى بعد أن تتهدم هذه الأسرة. فنجد في سورة البقرة وسورة النساء الكثير من الآيات التي تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة حتى بعد أن يحدث الطلاق. فيوجد وقت للرجعة، حتى إن لم يكن هناك وقت للرجعة فالمرأة مصانة حتى بعد الطلاق، حفاظا عليها وحفاظا على الأبناء، لأن هؤلاء الأبناء هو نتاج أو إنتاج هذا الأسرة، وبالتالي تأثيرهم على المجتمع. فإن كانت الأسرة بعد الطلاق بها الأمراض العقيدية أو الأمراض الأخلاقية فذلك يؤثر على الأسرة، لأن الأسرة في الإسلام لها مقاصد شرعية كثيرة، منها إعفاف النفس للرجل وللمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصح الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا يتزوج؟ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. حتى من لم يستطع الزواج يوجد الحل، يوجد العلاج لكل داء، بل إن الإسلام يهتم بالوقاية أكثر من العلاج. من ضمن هذه المقاصد الحفاظ على النفس، الاستقرار العاطفي والهدوء. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، تسكنوا إليها بعد السكينة، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو الغرض من الزواج، الغرض الأساسي من الزواج هو السكينة. ما هي السكينة؟ السكينة أن يشعر الزوجين سواء الرجل أو المرأة وخصوصا الرجل بالهدوء والطمأنينة والأمان، لا يشعر بالغدر. كمثال، يكون الرجل في العمل ولا يشغل باله ماذا تفعل المرأة في البيت، هل خرجت دون إذنه، هل أهدرت الأموال، هل تعامل الأولاد بطريقة غير علمية غير صحيحة. هذا هو السكينة، لا تشغل بالهم. على النقيض نجد حتى بعض الأغاني اشغلي له باله مش عارف يعني، وهذا للأسف بعض السيدات يظنون أن لتكون الزيجة ناجحة يجب أن يكون الزوج باله مشغول طول الوقت بالمرأة أو بالبيت أو بمشاكل البيت، حتى لا ينظر لامرأة غيرها. هو لا يحتاج أن ينظر لامرأة غيرها، طالما من ضمن مقاصد تكوين الأسرة الإحصان كما قلت والإعفاف. والدليل على ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج سوى امرأة واحدة، السيدة خديجة، ولم يتزوج بعد ذلك أكثر من امرأة إلا بعد وفاتها، وتزوج أكثر من امرأة وكان فوق سن 50، فلم يكن السبب سبب غريزي، بل كان سبب لأسباب للدعوة. من ضمن دور المرأة طبعا القوامة، الحفاظ على الأسرة، تربية الأبناء، التربية الدينية، الاهتمام بأشياء كثيرة قد يغفل عنها البعض مثل الصحة، لابد للمرأة أن تكون صحتها جيدة، تنظيم النسل، التربية الخلقية للنشء، التربية الجسمية وتعديل السلوك وعلاج الشذوذ، لأن معظم الذين كنا نراهم عندهم شذوذ أو إلحاد كان السبب من الأسرة، وخصوصا بعد الأب أكثر من بعد الأم. فالأم يجب أن تدرك أهمية الرجل في الأسرة ودوره كزوج ودوره كأب، وتتيح له المجال يمارس دوره كأب أو دوره كزوج. في النهاية أقول إن إصلاح الأسرة والمجتمع يبدأ ببناء المرأة المسلمة، لأن هي نواة الأسرة مع الرجل. وعلى المرأة المسلمة أن تستثمر كل قواها وتستنفر قواها لتواجه ما نواجهه الآن من في شتى المجالات من الحرب على المرأة. أنا بالذات أشعر، وهذا منذ الأزل كل سفرياتي، أنهم ينظرون إلي ويسألون، وهجوم على المرأة وهجوم على الإسلام.
فعلى المرأة المسلمة أهم شيء، أهم من تعلم الفقه، أن تتعلم العقيدة، لأن هي الجذر، الجذور والأساس للدين. والعقيدة من تدبر القرآن والسيرة صلى الله، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من الجهة التطبيقية كيف نطبقها في حياتنا اليومية، سواء السيرة أو القرآن. القرآن لا نقرأه فقط لنحفظه ونتعبد به، وهو مطلوب، ولكن يجب أن نفهم ما هو المقصود من خلف هذه الآيات، ليس فقط تفسير، ما هو المقصود من خلف هذه الآيات. توعية المرأة بدور العبادة ووسائل التواصل الاجتماعي مهم جدا، والإعلام له تأثير كبير جدا. وفعلا أن الواعظات، لست لأني واعظة، ولكني أرى أن فعلا الواعظات لهم تأثير رائع في على المرأة بدور العبادة، ولكني أرجو أن يتوسع هذا التأثير خارج أيضا دور العبادة، يكون عن طريق التواصل الاجتماعي والإعلام 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 الهادف، إنشاء ما يسمى، هذا يعني إن كان يجوز، يعني إنشاء ما يسمى بالواعظ أو الواعظة الأسرية. دكتورة لو سمحت، عشان بس خلاص، ده آخر حاجة. إنشاء الواعظ أو الواعظة الأسرية، كل واعظ أو واعظة يكون له أسرة أو أسرتين يرجعون إليه ويقوم بالوعظ لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذة الدكتورة إيمان كمال حسن بحيري، الأستاذ بكلية طب القصر العيني، على ورقتها البحثية المتميزة في مجال الطب، والتي ركزت فيها على 6 محاور رئيسية، وهي رفع الإسلام لشأن المرأة، المشكلات اللا أخلاقية التي تفشت في بعض الأسر، مفهوم التكامل بين الزوج والزوجة في الإسلام، اهتمام الإسلام بالمرأة حتى بعد حالات الطلاق والانفصال، التربية الخلقية للنشء وتعديل السلوك، وأخيراً التوسع في دور الواعظات المجتمعي. الآن مع الدكتورة شوق النكلاوي، مدرس أدب الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة مطروح، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أن أعبر عن بالغ سعادتي بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة. كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل السادة القائمين على التنظيم والإعداد، ولكل أساتذتي أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر، كما أثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف في الاهتمام بالمرأة والطفل. أتذكر منذ عام تقريبا كنت في مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو، متحدثة عن تجربة الوزارة في مبادرة حق الطفل بالمساجد المصرية، وكيف أن تلك التجربة قد أعادت الدور الحقيقي للمسجد بوصفه مؤسسة جامعة، وكيف تنوعت البرامج المقدمة خلال المبادرة من أجل جذب الأطفال للمساجد ومقاومة كل الأفكار الهدامة ونشر قيم التسامح والعدل والسلام، تعاون واحترام الآخر. وها أنا اليوم أقف بينكم للحديث حول دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل. المرأة نصف المجتمع وربما تزيد، وهي صاحبة الفضل الأول في بناء الأسرة وتنشئة الأطفال، وعليها يقع العبء الأكبر في رفع المكانة الاجتماعية للأسرة والمضي بها في طريق تحقيق النجاح والارتقاء بأفرادها على المستويات كافة. وليس من شك في أن المرأة قد حظيت بمكانة رفيعة في الإسلام، مكانة جعلت منها إنساناً كاملاً قادراً على أن يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الرجل دون انتقاص إلا فيما يتعلق بعوامل فطرية أو بيولوجية. كانت المرأة في عصور ما قبل الإسلام مسلوبة من جميع حقوقها المادية والمعنوية، أيضاً لا تغادر البيت بل تقوم بكل ما يحتاجه من رعاية، لكنها في الوقت نفسه محرومة من الثقافة
لا تسهموا في الحياة العامة، فكانت عند اليونان رجسا من الشيطان تباع وتشترى في الأسواق، يمنعون عنها حقها في الميراث، وكانت عند الرومان أكثر ذلة لاعتقادهم أنها أداة الإغواء ووسيلة لإفساد قلوب الرجال، وذلك ما كانت تعتقده الفرس أيضا، فكانت المرأة عندهم تحت سلطة الزوج، حتى أن الزوج كان يحق له التصرف في زوجته كتصرفه في ماله ومتاعه، حتى في جمهورية أفلاطون التي تسمى الفاضلة كانت مرتبة المرأة في الدرجة الدنيا من التسلسل الطبقي. ثم جاء الإسلام واهتم ببناء شخصية المرأة على أساس من المساواة في الإنسانية وتحمل المسؤولية التي يقويها التعليم وينميها الاحترام في الرأي. ويمضي الإسلام في بناء شخصية المرأة، فلم تجد المرأة نفسها وتحتل مكانتها الطبيعية وتتحرر تحررا كاملا بوصفها إنسانا كامل الأهلية والحقوق إلا في ظل الإسلام، حيث تحررت من شتى العبوديات إلا عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأصبحت مؤهلة أهلية تامة غير مقيدة إلا بما حرم الله عز وجل ورسوله في جميع تصرفاتها وأحوالها الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. بل إن المرأة في ظل الإسلام قد أدركت أن القرآن الكريم يريد أن يجعل منها امرأة قادرة على تحمل الأمانة، وهي الثروة البشرية. ورحم الله شاعر النيل الحافظ إبراهيم حين قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وهذا البيت وحده إشارة كافية لإظهار مدى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة بوصفها أما في رعاية أبنائها وتنشئتهم، فهي بمثابة المدرسة التي إن صلح أداؤها ظفرنا بأجيال طيبة الأعراق قادرة على قيادة الوطن نحو المستقبل بفاعلية ونجاح. ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها وإسعاد زوجها وتكوين أسرة سعيدة قائمة على المودة والرحمة. وهنا لا بد لي أن أشير إلى الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في العناية بتدريب الواعظات والحرص على أن تكون المرأة في الصدارة وأن تكون دائما في قلب المشهد الدعوي جنبا إلى جنب مع الواعظين والدعاة من الرجال. دور المرأة في تنشئة الأبناء. إن علاقة الطفل المبكرة بالأم تتأثر إلى حد كبير بحجم الأسرة وعدد الأطفال لدى الأم، حيث أثبتت كثير من الدراسات أن الأطفال معرضون للإهمال كلما كانت الأسرة كثيرة العدد وربة البيت كثيرة العمل. ولعل ذلك يرجع إلى أن الأم هي المكلفة بتربية أبنائها والمسؤولة عن ذلك أمام ربها عز وجل. والحديث عن دور المرأة لا ينفي هنا دور الرجل، دور الرجل الرئيس في ذلك، لكن التركيز على دور المرأة هنا فأمومة المرأة التي تحتم عليها تواجدها الدائم مع طفلها في فترة مبكرة تجعلها أقدر على مهمة تربية الأبناء من الأب المنشغل بتأمين الرزق والسعي في الأرض بحثاً عن قوت يومه وتوفير أسباب معيشته. ولا شك في أن الدور الحقيقي للأم يتمثل في تلك الوظائف التي لا يمكن للرجل أو غيره من أفراد الأسرة أن يقوم بها عوضاً عنها، كالإنجاب والرضاعة والحضانة، لأنها كلها وظائف أنثوية عظيمة لما لها من أهمية كبيرة في توثيق روابط المودة والمحبة لدى أبنائها، فضلاً عن دورها الذي تفترضه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسرة والمتعلقة بعالم الوظيفة والأجر. باعتبارها أصبحت اليوم تمتلك دوراً اقتصادياً واجتماعياً فاعلاً، فهي شريكة الزوج في العمل والمكانة الاجتماعية. وعلى الرغم من تلك الشراكة في الوظائف الخاصة بالرجل، فإن المرأة تبقى على مر العصور هي المهد الحقيقي لتربية الأبناء والمصدر الأول لتكوين ثقافتهم واتجاهاتهم وميولهم وتشكيل هويتهم والحفاظ عليها.
وعليه يتجلى الدور التوعوي للأمة في تربية الأبناء وتنشأتهم على قيم الدين والتسامح والسلام وإرشادهم إلى كيفية الاستفادة من ذلك التقدم الهائل فيما يفيد ويعود على المجتمع بالنفع، باعتبار ذلك هو الدور الأعظم للأمة في بناء أسرة رشيدة. يمكن في ظل العصر الرقمي، العصر الذي نعيش فيه، قابل الآباء والأمهات تحديات كبيرة، فتربية الطفل في الوقت الحالي تواجهها العديد من التحديات التي فرضتها طبيعة العصر وظروفه، والتي تمثلت في أن التقنية الرقمية أصبحت تشكل قوام الحياة اليومية للأفراد الآن وإن اختلفت من مكان إلى آخر. فالعصر الذي نعيش فيه يطلق عليه عصر الرقمنة أو عصر الذكاء الاصطناعي، نظراً للسمة التكنولوجية التي طغت عليه، فأصبح الاعتماد على الوسائل التكنولوجية أمراً يتعلق بجوانب الحياة كافة. لقد صارت ممارسة الأبوة والأمومة صعبة عن أي وقت مضى، إذا توجب على الوالدين تفهم انتشار الوسائل التكنولوجية واستخدامها في مختلف تفاصيل الحياة اليومية وجعلها على نحو لم يواجه أبداً الأجيال السابقة، وهو الأمر الذي فرض على الوالدين وبخاصة الأم جملة من التحديات أثناء تربية الأبناء في ذلك العصر. فالأطفال يقضون ساعات على الإنترنت أكثر من تلك الساعات التي يقضونها مع آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم، فتؤثر فيهم بشكل قوي وأسرع. ففي ظل هذا أصبحنا أمام خيارين، إما أن يكون هذا التأثير بالسلب حين لا نهتم بالأبناء أو نوجههم، أو بالإيجاب حين نوجههم نحو قواعد الاستخدام السليم ونحميهم من الأخطار. وهنا يصبح دور الأم في غاية الأهمية، فهي تقوم بدور مضاعف في تربية الأبناء وتوعيتهم بمخاطر استخدام التكنولوجيا وتوجيههم نحو الاستخدام الرشيد لها. إن حماية الطفل باعتبارها مسؤولية أسرية ومجتمعية لم تعد مقصورة على مجرد توفير المأكل والملبس والمسكن أو تقديم خدمات صحية أو مجرد منع الضرر والإيذاء الجسدي، بل صارت عملية وقائية وتحسيناً نفسياً ومعنوياً وأخلاقياً وإنسانياً في المقام الأول، بعد أن أصبحت ظاهرة عالمية تؤرق المجتمع الإنساني بأكمله، بل صارت من أخطر القضايا الشائكة التي تحتاج إلى وقفة جادة وصادقة من أجل وضع استراتيجية ناجزة وثقافة مجتمعية لإنجاحها. كم ديك الوقت؟ الأم لها دور كبير طبعا في تنمية جوانب النمو، سواء جسمية أو انفعالية أو عقلية أو اجتماعية، كما أن لها دور في تحفيز الأبناء، حيث تساعد الأم الأطفال على تقديرهم لذاتهم وتمنحهم الحماية اللازمة للنمو بشكل سليم في إطار المجتمع. إن الأدوار التربوية المنوطة بالمرأة الأم تستمد أهميتها من كونها لب الوظيفة الفطرية التي يجب أن تطلع بها المرأة، وهذا يعني ضرورة أن تسعى الأم إلى ممارسة دورها بشكل يحقق نتائجه التي يأملها المجتمع، وهذا يعني ضرورة إعداد المرأة الأم لأداء ذلك الدور قبل مطالبتها بنتائج فعالة. يمكن توصل البحث لمجموعة من النتائج تلعب الأم المرأة دورا مهما في تحقيق التماسك والاستقرار الأسري، حيث تعد أهم الوسائل والمقومات الأساسية في تحقيق السلام داخل الأسرة وخارجها. تساهم المرأة بشكل عملي في تقوية شخصية الطفل من خلال العديد من الوسائل المدروسة بعناية، منها تعليم الأطفال كيفية الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية بما ينمي لديهم روح المبادرة. هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة من قيامها بأدوارها الفاعلة، سواء تلك التي تتعلق بالمرأة ذاتها وعدم قدرتها على المطالبة بحقوقها وتفعيل دورها الإيجابي داخل المجتمع. خرج البحث بمجموعة من التوصيات
أولها الاهتمام بالمرأة وإعداد البرامج التعليمية التي تختص بإعدادها لأداء دورها الوظيفي، مع الاهتمام بتدريس سيرة الصحابيات، تدعيم ثقافة تقدير المرأة واحترامها وبث ذلك في نفوس الأبناء منذ الصغر، نبذ كل الأفكار والعادات والتقاليد التي يحتويها الموروث الثقافي للمجتمع، خاصة المجتمع الريفي والبدوي والتي تسيء لوضع المرأة وتعمق من فكرة تهميشها. على الأسرة توفير الدعم المعنوي للمرأة في مراحلها المختلفة، طفلة، فتاة، زوجة، بهدف تشجيعها على تنمية ذاتها ومعرفتها بحقوقها وزيادة الثقة والمشاركة الفعالة بنفسها، والقضاء على مشاعر الاغتراب والانطواء والتهميش من خلال التعليم والعمل. نبذ أشكال العنف والتمييز كافة ضد المرأة داخل الأسرة والتي تزيد من شعورها بالاضطهاد والخضوع والاستسلام، ومنها الزواج المبكر أو زواج القاصرات وختان الإناث. تنمية قدرات المرأة ومهاراتها من خلال البرامج التدريبية لضمان تمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وبما يؤهلها للمشاركة بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. التوسع في المبادرات التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بتنمية الواعظات، التنمية المهنية والاجتماعية التي تضمن لهن القيام بدورهن في توعية النساء نحو القيام بأدوارهن الحقيقية، والتي تسهم في تنشئة أجيال تنتمي للوطن وتلتزم بصحيح الدين وتحترم التنوع وتقبل الآخر. شكرا لكم، سعدت ان انا كنت ضيفة معكم في هذا المؤتمر الرائع. بنشكر الدكتورة شوق النكلاوي، مدرس ادب الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة مطروح، على ورقتها البحثية القيمة والتي ركزت فيها على اهتمام وزارة الأوقاف بدور المسجد في تنشئة الأطفال، ودور الأم في رعاية الأبناء وتوعيتهم، ودور الأم في التنمية الاقتصادية للأسرة، ودور الأم في مواجهة مخاطر عصر الرقمنة لدى الأبناء. الآن مع الدكتورة فاطمة محمد راشد علي، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وقائدنا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فأتوجه بخالص شكري وتقديري للحضور وللحضور الكريم على المنصة والحضور جزاكم الله خيرا، وأتقدم بشكري لوزارة الأوقاف التي أتاحت لي الفرصة للتعيين كوظيفة واعظة متطوعة، فلهم جزيل الشكر والتقدير، لأن ذلك أثار فكري وتفكيري في قضايا المرأة وقضايا المجتمع. أما بعد، فاسمي دكتورة فاطمة محمد راشد، مدرس الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة. بحثي كان عن واقع عملي عشته، وواقع أحسست أن نحن محتاجين بشدة إلى أمور معينة لابد من زرعها في أطفالنا، سواء عقدية أو اقتصادية. فكان بحثي عبارة عن أثر التربية الاعتقادية والاقتصادية على سلوك النشء. تحدثت في هذا البحث أولاً عن أهمية أو ما معنى التربية الاعتقادية والاقتصادية، أو ماذا أقصد بهذا المعنى. فتحدثت أو توصلت يعني إلى أن التربية الاعتقادية أو والاقتصادية معاً اصطناع جيل قادر على تبيين وتفعيل وتطبيق التوجيهات الشرعية الخاصة بذلك، الخاصة بالتربية الاعتقادية، بحيث ان هو الطفل يطبق هذا في مجتمعه، يطبقه في حياته، فيعيش حياة وسطية بعيدة عن الانحرافات الفكرية او الفكر الخارجي الذي يؤثر على فكره وتفكيره وقد يؤثر على سلوكه ومعتقده. فتحدثت أولاً عن التربية الاعتقادية،
ووددت أن أقول أن التربية الاعتقادية بتحمي النشء من الانحرافات الفكرية والخرافات، وتضمن والتربية الاقتصادية تضمن للطفل استخداما أمثل لموارد الدولة الاقتصادية، وتؤدي إلى تحقيق التقدم والرقي لبلاد المسلمين. فعندما تحدثت عن أثر التربية الاعتقادية لم أجد أبلغ من قول لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم يشمل ظلم النفس وظلم المجتمع. فإذا كان الطفل تربى الطفل على تربية اعتقادية سليمة، هذه هي البداية. لا بد من التربية الاعتقادية قبل الإيمان وقبل القرآن. حتى أن جندب رضي الله عنه عندما قال: كنا فتيانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. فهذا دليل على أن التربية الاعتقادية للطفل منذ نشأته لها أهمية عظيمة، لأنها تحفظ الطفل وتحفظ المجتمع، تحفظه فكريا وتحفظه في تصرفاته أو مجتمعه. أيضا التربية الاقتصادية تربية مهمة جدا للطفل، تبدأ من بعض القواعد، وقد ذكرت في بحثي قواعد بسيطة ممكن أن نطبقها عن طريق ونفعلها، فكانت التوصيات عن طريق طبعا المجتمع وعن طريق المسجد وعن طريق، وقد عشت هذا في المسجد أيضا، وربيت أطفال المسجد على هاتف النشاط الصيفي الذي تتيحه وزارة الأوقاف. فكان يعني الأمهات والمجتمع، يعني مجتمع الأمهات والأطفال، يعني أشادوا بهذه التربية الاعتقادية والاقتصادية. ولذلك لما وجدت هذا المؤتمر وددت أن أنشر هذه الفكرة الذي جاءتني، والحمد لله طبقتها فعلا، ووجدت أن المجتمع يحتاجها بشدة. فإذا تأملنا في التربية الاعتقادية فسنجد أن أهم فكر الآن، يعني المصطلح الفكري اللي هو تحقيق الأمن الفكري الذي انتشر حديثا، نجد أن التربية الاعتقادية والاقتصادية تؤدي إلى تحقيق هذا الأمن الفكري. وقد عرف الأمن الفكري بأنه الفكر الذي يحمي المجتمع والشخص نفسه ثم مجتمعه من الانحرافات الفكرية. وقد وجدنا في فترة قريبة أن انتشر فكر الانتحار ما بين شباب واعي ومثقف ومتعلم وينتحر بسبب أنه لا يجد فرصة عمل. فإذا كان هذا الشاب قد تربى على فكر اعتقادي واقتصادي على أنه لا ندرة في المجتمع، وأن الله سبحانه وتعالى خلق لجميع البشر معايش، وأن هناك ثلاث آيات في القرآن الكريم تبطل قضية الندرة. يقول الله تعالى في سورة الحجر: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فالفكر الاقتصادي الذي ندرسه الآن وللأسف في مجتمعاتنا وفي كلياتنا أن علم الاقتصاد هو علم الندرة، وأنه لا وجود أو لا وفرة في الموارد. فإذا تربى الشاب وتربى على وجود هذه الندرة، عندما يعني يكبر ويجد أن لا عمل سيجد فسيفكر في الانتحار، فبالتالي لن يحصل له أمنا فكريا. فالتربية الاعتقادية والاقتصادية تؤدي إلى حدوث أمن فكري، وبالتالي حفظ للمجتمع وحفظ للشباب من هذه الانحرافات الفكرية. لو تأملنا في التربية الاقتصادية في تحقيق الأمن الفكري، وجدت هذا الفكر في القرآن الكريم، أن التربية الاقتصادية تؤدي إلى حفظ أو تؤدي إلى تحقيق الأمن الفكري الذي يؤثر على الشخص نفسه وعلى مجتمعه. نجد قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وأيضا قوله جل شأنه، وهذه في سورة في سورة الأنعام، أما قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فهنا القتل خشية الفقر الواقع والمتوقع، لأن في الآية الكريمة إذا غابت التربية الاقتصادية المتمثلة في أن الرزاق هو الخالق سبحانه وتعالى، وأنه لا ندرة في المجتمع، وأن الله سبحانه وتعالى خلق لجميع البشر معايش،
فعندما كنت في أدرس مبادئ علم الاقتصاد للسنة الثانية شريعة وقانون، فكنت يعني أدرس لهم أن علم الاقتصاد، هم قرأوا كثيرا أن علم الاقتصاد وعلم الندرة، فكان الدكتور رفعت العوضي كان يعني مشرفي في الدكتوراه كان يقول إذا درست الطلبة أن علم الاقتصاد هو علم الندرة تأثمي على هذا الأمر، لأنه لا ندرة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء موزون، وسبحانه قال وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإذا الندرة غير واقع، لا في الواقع ولا في المستقبل، ولكن علينا السعي وعلينا الاجتهاد وعلينا فعندما كنت أدرس هذا المبدأ أو هذا الفكر وجدت يعني فكرا غير مسبوق، أن يعني الطلبة والله قالوا لي يا دكتورة إحنا تعلمنا شيء فعلا إحنا ما كناش نعلمه، يعني شيء جديد بالنسبة لنا، إن هم يعني دفعهم إلى العلم والتعلم وإلى الاجتهاد وإلى أمور كثيرة. أما قوله تعالى خشية إملاق، فإذا من إملاق وخشية إملاق، حكمة الله سبحانه وتعالى في الآيتين تتمثل في أن النتيجة المتوقعة إذا غابت هذه الفكرة اللي هي فكرة خشية إملاق أو خشية الفقر الواقع والمتوقع، النتيجة المتوقعة هي القتل اتقاء للفقر الواقع أو المتوقع. فالأول وهو الفقر الواقع بيّنه الله في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقوله تعالى والفقر المتوقع بيّنه الله في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والخطاب سبحانه وتعالى في سورة الأنعام اقتضت البلاغة تقديم الآباء، فقال تعالى وفي الآية الثانية الخطاب الأول للفقراء وفي الخطاب الثاني في الآية الثانية للأغنياء بدليل قوله خشية إملاق. ولذلك اقتضت البلاغة تقديم وعد الأبناء بالرزق في الآية الأولى ليشير هذا التقديم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سبحانه هو الذي يرزق الأبناء، ليزول ما توهم الأغنياء من أن إنفاقهم على الأبناء سيؤدي بهم إلى الفقر المتوقع. أما أهم المبادئ التي ركزت عليها والمؤثرة في حماية الفرد والمجتمع بالنسبة للمبادئ الاعتقادية، ركزت في بحثي على ترسيخ الإيمان عند الطفل قبل القرآن، لأننا غالبا ما نركز على تعليم الطفل القرآن وعلى حفظ القرآن وننسى قبل القرآن تعليمه الإيمان والعقيدة الصحيحة بجميع مبادئها وكلنا نعلمها ولابد من تفعيلها في المدارس وفي المساجد وكل الجهات التي تتعامل مع الأطفال. أما النقطة الثانية فهي عقيدة الشكر، لأنه عندما يبدأ الطفل في إدراك مفاهيم الحياة أول مطلوب بعد التوحيد هو تعليمه شكر والديه وشكر الله تبارك وتعالى. أن ذلك ولعل الحكمة في ذلك أن ارتباط الطفل بولي الفضل والنعمة يعتبر من أقوى الأسباب المحفزة للنفس على البر والطاعة والتسليم بين يدي المربي، ولذلك من يشكر الله سيعبده ويطيعه ويستسلم له، وكذلك من يشكر والديه سيطيعهما ويبرهما. ولذلك كانت الآية بعد التعليم العقيدة الصحيحة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كانت أن اشكر لي ولوالديك. أما الفكرة الثالثة هو تعليم الطفل منذ نشأته فكر أن الله رقيب سبحانه وتعالى، فدائما ما نربي الطفل على أن الله يراك وعلى أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، ولذلك له أثره في المجتمع وله أثره أيضا على نفس الطفل. أما أهم المبادئ الاقتصادية المؤثرة في حماية الفرد والمجتمع، مبدأ وقد تكلمت عنه زرع مبدأ أنه لا ندرة وأن الوفرة موجودة في المجتمع. وأما المبدأ الثاني فهو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبدأ اكتسب طيبا وأنفق قصدا وقدم فضلا ليوم حاجتك. فإذا علمنا الأطفال منذ نشأتهم في الأماكن المختلفة مبدأ أن يكتسب طيبا وينفق قصدا ويقدم فضلا، لذلك أثر كبير في الاقتصاد، لأن تقديم الفضل تحدث كثير من الاقتصاديين عن التراكم الرأسمالي وعن أن وجود
تراكم رأسمالي للأموال في البنوك يؤدي إلى أن الدولة تقوم بمشاريع خاصة بالمجتمع. فإذا هذا الفكر يؤدي إلى فكر آخر وهو تراكم رأسمالي في المجتمع. أيضا مبدأ سيدنا عمر رضي الله عنه اخشوشنه فإن النعم لا تدور. خلاص فشكرا جزيلا جزاكم الله خيرا. هذه هي فكرة البحث، أتمنى إن شاء الله أن هي تنتشر وأن يكون في وعي بهذه الأمور وهذه النقاط وأن تعلم لأطفالنا بطرق مختلفة. جزاكم الله خيرا. نشكر الدكتورة فاطمة محمد راشد على ورقتها البحثية المميزة والتي ركزت فيها على التربية الاعتقادية والاقتصادية لدى الأطفال ليعيشوا حياة وسطية، وأيضا دور وزارة الأوقاف في نشر التربية الاعتقادية التطبيقي من خلال ندوات ودورات النشاط الصيفي للوزارة بالمساجد، وأيضا دور التربية الاعتقادية في تحقيق الأمن الفكري والنفسي لدى الأطفال. احنا كده انتهينا من عرض البحوث الخاصة بهذه الجلسة، وأود في نهاية البحوث المقدمة أن أشير إلى أن دور الأم هو دور عظيم وكبير جدا 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 في رعاية وتربية الأبناء وتنشئتهم. صحيح أن الوالد له دور مكمل كما قيل في هذه الجلسة وما سبقتها، ولكننا لا ننسى أبدا أن الأم في مرحلة الحمل وفي مرحلة الرضاعة لا يشاركها أحد في هذه الرعاية، مع أن هذه هي السنوات الأولى الأساسية الحاسمة في تشكيل شخصية الإنسان طوال فترة حياته. وبالتالي الطفل داخل رحم الأم يشعر بالأم ويسمع الأم، لأن حاسة السمع تعمل منذ الشهر الخامس تقريبا، ويبدأ الجنين يسمع صوت الأم باستمرار لأنه قريب جدا منها داخل أحشائها. وبالتالي الذاكرة السمعية لدى الجنين تألف صوت الأم، وبالتالي حينما تنام الأم ليلا يحدث قلق، يحدث توتر، يحدث عدم ارتياح عصبي لدى الطفل، وبالتالي يبتدي يتحرك كما لو كان يطلب من الأم إن هي تقوم وتقعد معاه وتتكلم معاه وتنغيه. وبالتالي الطفل حينما يولد بيكون عارف أمه وعارف ريحتها كويس قوي قوي قوي. وبالتالي أحدث الدراسات الطبية بتقول إن إحنا النهاردة في موضات غربية بتقول إن الطفل لما يتولد يتاخد من الأم ويقعد 3 أيام في حضانة 5 نجوم علشان ياخد الرعاية الطبية السليمة، هذه تدمير لنفسية الطفل. لماذا؟ الطفل حينما يولد يشعر أنه قد انحرم من الجنة التي كان يعيش بداخلها، وبالتالي لابد أن يشعر أنه بعد أن كان داخل الجنة أصبح خارج الجنة. كيف يكون خارج الجنة؟ من خلال احتضان الأم لهذا الوليد الصغير جدا اللي احنا بحساباتنا البسيطة بنقول ده وليد ما يعرفش حاجة، مش فاهم حاجة. هو مش فاهم حاجة بس يتعامل بمشاعره الحساسة الرقيقة تجاه الأم. وبالتالي نحن بنوصي في مجال الطب وفي مجال الطب النفسي وفي مجال الصحة النفسية أن الطفل حينما يولد لابد أن تحتضن أمه مباشرة حتى لا يشعر أنه قد انفصل عنها. وحتى في حالات الحاجة اللي هي تمنع أن الطفل يرضع من ثدي الأم ويتحط في حضانة، لازم الطفل أمه تروح تطلعه من حضانة وتحضنه وهي اللي ترضعه حتى بالجلاكتينة اللي هو الألبان الصناعية. لماذا؟ حتى يشعر بحنان الأم وبحب الأم وبعطف الأم، لأنه في هذه المرحلة يستشعر العالم ويتعرف عليه من خلال صوت الأم وشكل الأم ومعاملة الأم. موضوع بقى الرضاعة، معلش طبعا أنا هتكلم يعني ثواني. موضوع الرضاعة، الله سبحانه وتعالى خلق للطفل غذاء طبي ومناسب وسليم متدرج في كثافته وكميته وجميع مكوناته مع سن الطفل. وبالتالي برضو احنا بنقول في موضوع الرضاعة ليس الهدف أن ننقل
لبن الأم من ثدي الأم إلى فم الطفل أو معدة الطفل. لا، إحنا بنقول يهمنا أهم من هذا اللبن هي الكيفية التي ترضع بها الأم طفلها، وبالتالي بننصح الأمهات وهي بترضع طفلها أن تكون متفرغة تماما لطفلها. لماذا؟ يكون هناك تواصل بصري بين الأم وطفلها ويتحتضنه. وجدنا في أحدث الدراسات الحديثة إن الأم وهي حاضنة الطفل وبترضعه وودانه على قلبها، وجد إن ذبذبات كهرومغناطيسية بتاعة قلب الأم بتنشط خلايا المخ عند الطفل وتجعله طفل أذكى من الطفل اللي أمه ما رضعتوش. إذن خلي بالكم يا جماعة، لبن الأم هو لبن رباني، نحن نطلق عليه عندنا في مجال الطب اللبن الأبيض، الدم الأبيض. لماذا؟ لأن وجدنا أن نفس مكونات اللبن هي نفس مكونات الدم. وطالما البشرية فشلت ولم تنجح إلى أن تقوم الساعة بتصنيع الدم، فأيضا البشرية وحتى قيام الساعة لن تنجح في تصنيع لبن الأم. وبالتالي يا جماعة احنا مش عاوزين ننخدع ان يجي لنا علب من برة مرسوم عليها أطفال وصحتهم حلوة وسمان وتخان، ولكن عشان يغرونا ان احنا نديهم اللبن الصناعي، وهم الآن الذين ينتجون هذه الألبان ويصدرونها إلينا بالعملة الصعبة، هؤلاء هم الذين ينادون الآن بالرجوع إلى الإرضاع الطبيعي، لأن وجد أن الإرضاع الطبيعي فائدة للأم وللطفل، للأم أن هو يحافظ على حيوية جسمتها. طبعا في معلومات مغلوطة عند كثير من الأمهات أنها عندها دهون كثيرة وجسمها حيرهدل، بالعكس دي معلومة خاطئة مليون في المليون في المجال الطبي. بالعكس، الطفل حينما يرضع يجعل رحم الأم بعد ما كان متضخم جامد جدا وبدخله الجنين والسوائل اللي حواليه والخلاص والكلام دوت كله، عاوز يرجع مكانه تاني. الرحم يرجع إلى حجمه الطبيعي حينما يرضع الطفل، تحدث علاقة عاطفية بين الأم وطفلها، فيعود الرحم طبيعيا إلى حالته الطبيعية دون تدخل طبي. ووجد أن الأمهات اللي ما بترضعش طفلها بيتكون في جسمها شحوم والرحم ما ينفعش يرجع مكانه تاني، وبالتالي بتكون الأم معرضة لحالات من السرطان أو حالات من الاكتئاب. الكلام كثير لكن الوقت داهمنا، وعاوزين ندي برضو فرصة للمداخلات، وأنا عندي هنا بعض المداخلات. دكتور ديارة سيساك، أستاذ الفقه المشارك بجامعة أنوقان الإسلامية في كوت ديفوار، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشكر لرئيس الجلسة والشكر موصول لجمهورية مصر وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وأشكر كذلك موصول لسيد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري. مداخلتي في هذه الجلسة بخصوص دور المرأة في الأسرة، هذا الدور الذي أشاد به المتداخلون فهو دور محوري أساسي، لا يقوم بهذا الدور غير المرأة، لكن يمكن أن نؤكد ذلك ونذكر البعد المقاصدي الذي أشار إليه البروفيسور الخضر، يعني معاشر الفقهاء والمقاصديين، بأن الدور الأول الذي هو مثلا الإنجاب، هذا الدور خاص بالمرأة، هذا الإنجاب يحافظ على مقصد حفظ النسل، الرضاعة. الرضاعة هذه الرضاعة والإرضاء يحافظ على مقصد حفظ النفس، وما يتعلق بالتربية والتعليم فهذا أيضا يحافظ على مقصد من مقاصد الشريعة، يحافظ على مقصد حفظ الدين. ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بإدارة البيت للمرأة، يحافظ على مقصد من المقاصد، مقاصد الشريعة، مقصد
حفظ المال. يعني فإذا نظرنا إلى هذه المقاصد فالمرأة ترتاح بأداء هذا الدور ولا تخجل بأن هناك بدائل. أريد أن أشير إلى الطفل الصناعي ما يعرف بأطفال الأنابيب، هذا غير الطبيعي في الجدل الفقهي، وكذلك ما يعرف مثلا ببنوك الحليب، يعني بديلا عن الحليب الطبيعي. يعني الفقهاء يحرمون إرضاء الأولاد من بنوك الحليب لأن الحليب ينشر المحرمية، والإسلام يدعو إلى حفظ الأنساب. ما يثار فضلتك الفكرة وصلت، بس عشان عندنا كمية كبيرة من المداخلات والوقت خلاص انتهى، شبه انتهى خلاص. طيب شاكرين جدا لفضلتك. ما في مشكلة، الله يكرمك، شاكرين جدا. أهلا وسهلا. الآن مع الدكتور دوميبة بن غالي من كوت ديفوار، فليتفضل مشكورا. شكرا لكم. الاسم هو الدكتور دوميبة بن غالي، المسؤول الثاني في قسم تعزيز الأسرة والمرأة والطفل. أهلا وسهلا. السابع للمجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في جمهورية كوت ديفوار. جئناكم من جمهورية كوت ديفوار حاملينكم لتحية هذا الشعب الذي شجع المنتخب المصري خلال فعاليات الكأس الأمم الأفريقي الذي نزلته كوت ديفوار، الحمد لله. طيب أنا فقط عندي سؤال يعني أوجهها للسيدة أمين كمال. هذا السؤال هو الآتي: ما هي مدى صلاحية هذه المقولة التي استمعنا إليها بين حين وآخر؟ وهذه المقولة تقول: نظافة المرأة تعرف في لباس الرجل، ورجولة الرجل تعرف في لباس المرأة، وأخلاق الأم تعرف في يعني لباس الطفل أو البنت. هل هذه المقولة صحيحة أم غير صحيحة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أعيد نظافة لو سمحت. طيب. نظافة المرأة تعرف في لباس الرجل. نظافة الرجل أو نظافة المرأة تعرف في لباس الرجل. العاوز مدخلة بيحطوها. ورجولة الرجل تعرف في لباس المرأة. وأخلاق الأم تعرف في لباس البنت. صحيح. شكرا. إنها مقولة لكن سؤال بس. صحيحة من ضمن معرفة نظافة المرأة في لباس الرجل، هل لباسه نظيف، لأن هي التي تهتم بالبيت ولباس الرجل في البيت. ورجولة الرجل تعرف في لباس المرأة لأن رجولته تمنعه من أن يسمح لزوجته أن تخرج إلى الخارج وهي ليست باللبس بالزي الشرعي. ورجول ونظافة المقولة الأخيرة خلاص، المهم أنك نكتفي بهذا الرد لو سمحتوا، لأن المفروض المداخلة ما تاخدش أكتر من دقيقتين، فعلشان ندي أكبر فرصة للسادة الحضور إن هم يشاركوا. الآن مع دكتورة هدى أحمد محمد زين واعظة بالجيزة، فلتتفضل ولو سمحتوا المداخلة ما تزيدش عن دقيقتين عشان ندي فرصة لأكبر قدر إنه يشارك. تمام. يعني ايه توصية سيادتك بالظبط يعني؟ خلاص اوكي. هي طالبة التمكين الاقتصادي للمرأة في دعم المشاريع الصغيرة للمرأة والعمل التطوعي والبرامج التثقيفية. شكرا جزيلا لسيادتك. الآن المداخلة مع الأستاذ الدكتور أسامة حسن محمد أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف في جمهورية السودان، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا. تفضل. نكاد نتفق من خلال المحاور المؤتمر والأوراق العلمية التي قدمت والمداخلات والمشاركات المختلفة أن مكانة المرأة في الإسلام هي الأفضل تاريخيا، هذا ما اتفقنا عليه. ولكن صورة المرأة في الحضارة الغربية، صورة المرأة المسلمة في الحضارة الغربية أن المرأة يعني في الإسلام مظلومة وأن حقوقها مهضومة.
هذا يمثل قصور بالنسبة لنا نحن المسلمين في خاصة جانب نحن عندنا الدعوة يعني ذات شقين إلى أمة الإجابة وأمة الدعوة. فالشق المتعلق بدعوة أو بأمة الإجابة نحن يعني فيه قصور كبير، يعني لم نبين هذه المكانة للمرأة في الإسلام، وهذا يتطلب منا يعني تكثيف العمل الدعوي ويعني إظهار صورة المرأة ومكانتها الحقيقية في الإسلام، وتكثيف العمل الإسلامي وخاصة الاستفادة من الأجهزة الإعلامية السوشيال ميديا وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة في بيان مكانة المرأة في الإسلام. شكرا لك. شكرا دكتور أسامة. الآن مسك الختام مع آخر مداخلة دكتور حسان موسى نائب رئيس المجلس السويدي بالسويد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر الإخوة والأخوات المتحدثين وأبدأ بالأخوات، ولكن لدي ثلاثة ملاحظات أرجو أن يتسع صدر الجميع لقبولي. بس في دقيقتين لأن خلاص إحنا وقتنا كده انتهى من خمس سوف دقائق. سوف أرسل لك وأبرق ولن أطيل. اتفضل. البرقية الأولى، نحن نخاطب أنفسنا بخطاب يحتاج إلى تجديد في المصطلحات والمفاهيم والمعلومات. أنا استمعت إلى كثير من المعلومات مغلوطة عن الغرب، وأولادي ولدوا في السويد، وأول ما يولد المولود يوضع على صدر أمه ويبقى مع أمه، تلك معلومات تحتاج إلى تجديد، وأنا قادم من السويد. النقطة الثانية، علينا أن نرتقي بخطابنا الديني، فنحن في كثير من الأحيان نسيء إلى ديننا بتكريس العادات والتقاليد، ولا بد أن نخاطب المرأة وهي في الغيط أو في المصنع وهي تقود طائرة، وتكون دائما على رأسنا ونحن نتحدث، لأنها أم وأخت وزوجة وبنت. ويبقى هذا الوعظ والإرشاد لا يقدم شيئا للمرأة، بل المرأة تحتاج منا إلى أفعال لا إلى أقوال ودباجات. المسألة الثالثة، نحن لم نستطع إلى الآن تقديم خطاب حضاري، وأختم، خطاب حضاري قيمي إنساني يعلي من شأن المرأة، يقدمها كأنموذج، كريحانة، كوردة تشم وتعلق وتوضع في القلب. دون ذلك سوف نبقى نتحدث عن التاريخ وعن النصوص الوحيين دون أن نقدم أشياء. المرأة تضرب وتضطهد ويمارس عليها الضغوط وتبتز ويتحرش بها، وما زلنا ندندن في مساجدنا حول المواعظ. لا بد من حزم وحسم، ولا بد أن نتبنى خطاب السيد الرئيس عندما أعلى من شأن المرأة ووضعها في المراتب السياسية والقيادية ومكن لها في خدمة الأمة والتنمية والاستوزار وغيره من المناصب لتكون سنوان الرجل، فالنساء شقائق الرجال. والسلام. شكرا. نشكركم جميعا ونشوفكم على خير إن شاء الله في الجلسة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.